معايا على الهاتف كابتن امير عزم مجاهد. كابتن امير مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. اخبارك ايه يا ميرو؟ والله الحمد لله كله زي الفل. الحمد لله. الاول انا كنت بناقش اللقطه بتاعت لعيبه الزمالك هم حاطين ايديهم على المنتج الراعي بعد الجول اللي جابوه في الجوله، والجمهور تجاوبا مع الجمهور والمقاطعه اللي موجوده ورفض الجمهور لهذا الاعلان. ليك راي في القصه دي؟ لا يا اخي خلي بالك، احنا طبعا احنا كلنا طبعا مع القضيه الفلسطينيه، واي اي بشر طبعا يعني ما يعني اكيد متعاطف مع اخواتنا في فلسطين، وده يعني حاجه واجب علينا. لكن في الاول والاخر انا في اعتقادي ساعات الحاجات التسويقيه والحاجات دي ممكن ما يبقاش دخل اللعيبه بيها. لا ده اللعيبه فالموضوع متجاوبه مع الجمهور مش مع النادي. بص، ما فيش بني ادم يا استاذ محمد يعني اي حد يقدر يقدم حاجه ما لاخواتنا عشان في كده فلسطين زي ما بقول. يستحقوا الاشاده بصراحه. ما انا بقول لك يعني، لكن في الاول والاخر هو هم لعيبه الكوره، اكيد الحاجات دي بتبقى خارج عن ارادتهم او خارج عن قرارهم. لكن في الاول والاخر احنا اي حاجه نقدر نساعد بيها او اي هو دعم الجمهور نفسي اشاد او معنوي باللقطه الحقيقه على السوشيال ميديا. اكيد اكيد. هم كل حتى كل اللعيبه في الدوري الممتاز بعد حتى بعد احتفالات في الهدف بتروح وبتعمل اشاره في فلسطين وبتاع. فربنا ينصر اخواتنا في فلسطين، وان شاء الله باذن الله يعني تكون باذن الله نهايه العدو دي قريب. قريت تصريح ليك وانت بتتكلم قبل ما نخش بس في زيزو والماتشات والكلام ده، وانت بتتكلم على الفاول بتاع حسين بتاع الشيبي مع حسين الشحات، ولما انت قلت انا لو في الملعب مش هسيبه لا انا بص خلي بالك، هو عشان برضه الموضوع ده خد، يعني انا ما شفتش الفيديو الحقيقه لكن قريت الخبر لا بص، هو خلي بالك استغربت من الكلام اللي كلامك يعني. في الفيديو غير الـ غير الـ غير العناوين، انت فاهمني؟ انا قلت في الاول، انا قلت البدايه ان انا ضد التعمد الايذاء في الملعب، تمام؟ لكن انا قلت في الاول والاخر انا كبني ادم لو حصل معايا اللي حصل في الاول، مفيش حد هيرضى على نفسه اللي هو ممكن يتضرب او يتشتم. اي انسان حر عمره ما هيرضى بكده، هي دي مجمل القصه كلها، انت فاهمني؟ بس انت ما فيش حد يرضى، لكن بتاخد الخطوات القانونيه السليمه. ماشي يعني يا استاذ محمد. هو يعني مثلا لو لعيب ضرب لعيب يقوم اللعيب التاني ضربه، هل ما تبقى هو منظره في انا الملعب؟ بس ممكن اسالك سؤال، اتفضل. هو انت النهارده عندك اصلا لوائح؟ وانت النهارده لو انا عارف ان انا لا ما عندي عشان ما لوائح فيش لوائح ولجأ بس ايوه دي حاجه للمحكمه تانية وخد حقه. يا استاذ محمد، دي حاجه تانية. انا بس هسالك سؤال كده يعني ايه نتناقش مع بعض، تمام؟ هو عمرو دياب ده لما اما اللي هو المطرب المعروف الكبير لما تعدى بالضربه على واحد، الناس ايه غلطت عمرو دياب؟ ومعظم الناس قال لك كان لازم الشخص التاني يرد. لا موقف تاني حتى لو بتاع الناس محمد قالت رمضان، الشخص التاني ثانيه يرد. معلش ثانيه واحده بس، ثانيه واحده ايوه ما واديني انت، بس ما احنا الفرصه. بنتناقش يا كابتن، النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، ما اما لازم محمد نتناقش. رمضان، اما محمد رمضان تعدى على واحد، الثاني تعدى عليه قال لك ايه؟ قال لك صح وبتاع. بص انا في الاول والاخر انا مش عايز احول الرياضه ما فيش حاجه اسمها لصراعات تعدي وبتاع. فالتاني يتعدى عليه قصاده، لا لا الكلام ده اخر في يعني، الشارع، انا لكن في ممكن الملعب اسالك يا سؤال. كابتن لا امير. انا يعني اسالك سؤال يعني، معلش مع احترامي انا اسف يعني. طبعا انت ليك قدر، ليك القيمه والقدر، وانت عارف انت بالنسبه لي ايه. لو واحد تعدى عليك في الشارع هتعدى عليه، طب ما هو لكن ده، في طب ما الملعب لو يعتبر في شغلي، يعني لو انا في مؤسسة هو في الاهرام. الملعب، هو في لا الملعب. لا ثانيه واحده، هو في معلش الملعب. معلش، لا لا هو في الملعب، هو في الملعب طبعا جوه المستطيل. لا لا طبعا جوه في الملعب يا ده بعد كابتن. الماتش. يا كابتن لا الماتش هي وجهات نظر، هي وجهات نظر، بص، هي وجهات انا نظر. بس فكرتي ايه، انا مش عايز ارسخ مبدأ ان العراق بالعراق والعنف بالعنف لا 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 انا ضد ده، احنا انا مش ده. في لوائح بتشرع، ايوه اذا ايوه انت اللوائح لو ما... عندك اذا بقى اللوائح لوائح لا اللوائح فيها على فكرة بس احنا اللي ما بنطبقهاش. فيها ايه؟ فيها في ايه؟ يعني لو فيها ايه؟ يعني اللائحة، في لائحة المسابقات فيها بند يدي لحسين الشحات 4 ماتشات وستة كمان، بس اربع احنا ماتشات انا كمان. بقول لك كده ايوه خد الاربع ماتشات ما صح، خد خدهمش. الثلاث ما انا صح انا معاك، انا مش ضد، انا بص يعني فكرة ان حسين واخد ماتشين وان دي مهزلة، انا معاك مليار في المية ان دي مهزلة، دي ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار انا ممكن فعلا. ممكن بس اطرح هو عليك سؤال، يحاول يروح الشيب، يروح الانضباط، يروح المحكمه الرياضيه، يروح المحكمه ممكن العاديه، خد حقه برضه في المحكمه العاديه. ممكن ده اسال ده اللي ممكن انا اطرح اقصده، اللي هي فكره ممكن انه ممكن ممكن اطرح يعني عليك هل سؤال كان يخش يقطم رجليه نصين عشان يبقى خد ماشي. حقه؟ ممكن اسال، انا عايز ممكن اسالك سؤال، اتفضل ممكن اسالك سؤال. اتفضل. هو في ماتش الاهلي وبيراميدز في السوبر اللي هو كان في الامارات، مش ضرب، مش الشيبي ده ضرب عند رايت الكورنر صح ولا غلط؟ مظبوط قدام الناس حصل عقوبات بعد المباراة على يا على كابتن، حد؟ يبقى نناقشها كده.
لكن ما نبررش محاوله اعتداء. انا ده قصدي يعني ناقش انه انا ما ببررش ان الناس دي بتهزر، ان الناس اللي بتدي عقوبات دي ناس بتهزر، انه ماشي انا في ان الاول حسين يستحق عقوبه اكبر بكده 600 مره. اقول لك على حاجه، انا قصدي كده صدقني والله. وسيبك مش هقول لك انه اعتذر له وبص راسه مره واثنين وعشرة وحاول ان هو سيبك من ده كله برضه، يعني هو عايز ياخد حقه ياخد، انا ما عنديش مشكله. انا بس معترض على فكره تبرير ان واحد دخل يقطم رجل واحد على ايه؟ على البتاع. طب وانت ليه ما وليد انا سليمان قصدي اما وليد اما اصلا من بره، طب ما وليد سليمان اما لبس واحد قبل كده بتاع غلط يا هشام كابتن. شحاته بص كل ما هو بص يا كابتن مش امير، معنى لا 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 ثانيه واحده، مش معنى دي بيتقال لعب برجوله زي برضو ما دخل في عبد الشافي قبل يا كده كابتن. اي مش معنى دي. ما فيش حد يا كابتن امير في الغلط، بس خلاص اي حد يبرر غلط. بص اي حد يبرر غلط كله غلط. بص اي حد يبرر غلط يبقى غلطان، بس كده. بس اذا انت عايز ترد الغلط بغلط يبقى غلط اكبر، ده قصدي. يعني احنا في الاخر في الاخر يعني نصف الخطا افضل من كل الخطا، الخطا افضل من الخطئين، الخطئين افضل من ده قصدي. يعني ده قصدي. انا معاك في كل اللي انت بتقوله ده، بس في الاول والاخر لما نرجع للقصص دي كلها والحوارات اللي حصلت دي كلها بسبب اللي انت لا عندك لوايح ولا عندك لوايح. وانا مش بحبش اسمع الكلمه دي، بس او ناس انت ما عندكش ناس عندها شجاعه تطبيق اللائحه. طب انا هسالك سؤال يا محمد، يعني احنا عندنا اللائحه، خد بالك انا لو طلعت لك عندكم اللائحه بتاعت المسابقات يا جماعه، لانه في بنود الناس مش واخده، الناس فاكره ان البند بيضطر مع الاتحاد الكوره ان يدي ماتشين بس، لا ده في بنود على فكره فوقيها وتحتيها تحت البند ده يدي اتحاد الكوره سلطه اكبر. تخيل. طب انا تخيل. انت عندك والله لكن انت ما عندكش شجاعه اصدار العقوبه. طب انا بص، طب انا هقول لك على حاجه، هو امام عاشور لما تعدى على وليد سليمان في ماتش السوبر مش معنى خد 12 ماتش وحسين خد مثلا ماتشين. ما انا بقول لك لو انت عندك لوائح ما عندكش شجاعه اصدار لا 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 العقوبة. انت عندك لو لا 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 انت عندك لوائح، بس اللوائح على الكيف وعلى المزاج. ما هي ما تطبيقها بقى على الكيف والمزاج. طب مين بقى اللي يطبق؟ ما انا معاك الموضوع. انا يبقى ده الموضوع يبقى يتحاسب. هو مش عايز برضه، خلي بالك انا في الاول واخر كلام مش عايز ان انا اتاخر ايه، اصل الناس قال لك ايه ازاي وبيحرض ومش بيحرض. انا بتكلم على موقف معين، لكن انا في الاول والاخر انا قلت لك في بدايه كلامي ايه، انا ضد اي لعيب في انت راجل رياضي وراجل مدرب وراجل قدوه. ضد فلما تقول حاجه عشان بس حبيت اوضح للناس، لانك لما تقول لا حاجه انا ضد الاذى عامه، وضد الضرب، وضد قله الادب، وضد الشتيمه، وضد كل الحاجات دي. تمام. لكن في الاول والاخر لو انت عندك ثواب وعقاب وبتتنفذ. انت النهارده مع انت لو نرجع بس للذاكره كده، ماتش الزمالك والاهلي بتاع ادرع بعظيم، خالد الغندور قال نفس اللفظ اللي حسين قاله، حسين الشحات قاله على الشيد، اتوقف سنه وراح لعب في قزمه، وده نفس اللفظ خد ماتش. ما انا بقول لك وفي 300 ماتش كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم مع الاهلي توقفوا سنه، وفي 300 ماتش. لو هقعد اجيب التاريخ، ما هنقعد نجيب التاريخ. هي مش فكره يا كابتن امير، مش انا مش عايز، انا ما بحبش مش فكره اهلي وزمالك والله. ما انا ما بحبش اتكلم بالمناقشه جدليه، اقسم بالله انا معاك انه تطبيق عقوبه ماتشين على حسين في هذه الواقعه كارثه. حلو كده، حلو كده. وانا كلنا متفقين، مفيش واحد ولا انا وانا بص اهلاوي قبل زملكاوي، مفيش حد بدليل ان الاهلي بعد ثانيه من الواقعه، من الواقعه مش من العقوبه، طلع بيان 500,000 جنيه على حسين لو تفتكر. وانا برضو بالنسبه لي انا بقول لك، انا بتكلم كبني ادم عادي مشاهد للكوره، انا لا يهمني ده ولا يهمني ده ولا بعتها لي يا شباب. بس انا في الاول والاخر يعني ممكن بقولت وجهه نظري ممكن تعجب. ما انا حبيت بس اوضح عشان بس الناس ما تفتكرش ان ده تحريض او كلام كتير. هو انا واحنا بص اقول لك على حاجه، اللائحه قدامي اهي. حلو. يعني ده عشان بس الكلام جنب بعض عشان الناس تبقى فاهمه ان انا معاك ان انت زي ما بتقول انها بتتعكيف. يعني 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 في حاجات في اللائحه بتتكلم. بص يا كابتن امير معاك. بص يا باشا ثانيه واحده، بص يا باشا انا هديك بس انا بحاول اشوف لك واحده تكون واضحه قوي. خد وقتك وراحتك. في بص يا سيدي، في البند نفس البند اللي طبق عليه الماتشين على حسين، سلوك غير رياضي تجاه اي عنصر من عناصر اللعبه. يعني لو حد عمل سلوك غير رياضي ضد اي عنصر من عناصر اللعبه، فاللعيب هو عنصر من عناصر اللعبه بما فيهم الحكم او احد مساعديه او احد مسؤول تنظيم المباراه. يعني اي عنصر من عنصر اللعب بما فيهم الحكم. تمام. اذا حصل سلوك غير رياضي ايقاف 4 ماتشات مثلا، هو مش ممكن حسين يتحط تحت البند ده؟ ان السلوك غير رياضي. ما انا بقول لك اللائحه فيها وانا في الاول والاخر عايز يعني هي اللائحه محمد
استاذ محمد اربع ماتشات ايه؟ لا انا لا يا كابتن في ست ماتشات يعني في بنود تانية ست ماتشات يعني في اي فعل فاضح او اشارات مشينه او ما اعرفش قبل ما قال حكم او احد مساعدي او اي مسؤول في المباراه ايقاف ست ماتشات يعني في بنود يعني اتنين يعني اتنين دي مش موجوده صح ولا غلط؟ في لا في اتنين برضه ما هو انت عايز عايز تنفذ اتنين اهلا وسهلا عايز تخليها اربعه اهلا وسهلا عايز تخليها سته برضه موجود زي ما انت عايز يعني على على ظهرها تنور على رجلها تنور على كتفها تنور اه والله يعني بص يا استاذ محمد بص الاثنين دي اهو اهو بتاعت الاثنين دي اللي اتطبقت على حسين انت في نقطه في نقطه برضه انت بتتكلم ان وخلي بالك برضه العقوبات يعني بالنسبه لي اه بص سلوك غير رياضي على احد عناصر اللعبه فيما عدا الحكام مباراتين دي اللي اتطبق على حسين ومبلغ قد ايه بقى؟ حاطين مبلغ؟ 20,000 جنيه عارف 20,000 جنيه دي حق ايه؟ ما انا فاهم عارف حق ايه دلوقتي حق ما انا فاهم بالنسبه للعيب واللي بياخده طبعا بقى مبلغ بسيط جدا جدا لا يذكر ايه ما انا النهارده لما تعمل كمان انا هعمل تاني وتالت ورابع مش انا مش قصدي على على قصدي على اي حد انت محتاج يا باشا مع احترام اللائحه موجوده انت بتقول انت محتاج لائحه قويه لائحه اللي والله لو طبق على اللائحه دي حتى بتاعتنا عايزين ناخد عقوبه اكبر وكنا ما دخلناش في الديبيت دي وعلى فكره الله ينور ولا عليك. كان الاهلي هيعترض ولا حسين هيعترض لان حسين نفسه اعتذر بدل المره 10 وعارف انه اخطا ولا الشيبي ده كان راح مدنيه ولا اي حاجه ولا يعني محاكم ولا اي حاجه في الحاجات دي لو عندك لو اتطبق صح وقوانين صح يعني انا عايز اقول لك حاجه في انا مع احترامي في لعيبه بتلعب في انديه كبيره بتبقى عارفه اللي هي لو غلطت اللي الانديه دي بتحميها وفي لعيبه بتلعب في انديه مش جماهيريه ومش كبيره عارفه اما تغلط عارفه اللي هي هتروح ورا الشمس ده كل الناس عارفه كده خلي بالك انا بكلمك معلش ما انا برضو ما انا بدرب لعيبه وليا اصحاب انا معاك انا بس انا بيني وبينك برضو بيني وبينك يعني الكوره جماهير برضو يا كابتن امير يعني ايوه ماشي ممكن اسالك سؤال يا استاذ محمد يعني انت لعبت في الزمالك بذمتك زي ما بتمرن فريق مش جماهير حلو يبقى انا بقى حلو يبقى انا اما لعبت في الزمالك مثلا اضرب واحد لا 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 معلش السلوك لا لا لا, لا انا هديك مثال واما في المقاصه عملت نفس البتاع ما خدش عقوبه زي دي لا 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 عشان بس في الاول والاخر دي رياضه في القوانين واللوائح والقرارات تطبق على الجميع طبعا القوانين واللوائح الكل يتساوى لكن في الشعبيه والجماهيريه أيوة والرغبه والاحساس الجمهور الشعبيه يا استاذ محمد الشعبيه اه طبعا الجمهور حاجه استغلها ايه؟ لا فرقه كبيره تلعب على بطولات لكن ما استغلش شعبيه النادي بتاعي لا ان انا ممكن ابقى اغلط وبتاع وعارف اللي ورايا مش هيحصل اي حاجه وخد بالك هو 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 ده الاهلي اصدر عقوبه بعد 5 دقائق لو تفتكر انت فاكر ولا لا؟ انا فاكر يعني لا هو الاهلي هيطلب من المسابقات يوقفوا ماتشين بس والله في ناس هي من نفسها يعني في ناس بتدي القرارات من نفسها كده يعني انا يا استاذ محمد بالنسبه لي برضو لما بتكلم والله خلي بالك اصل انا مش انا لا بتاعتي رند ولا ليا في وجع الدماغ أنا ولا عارف عارف انت فاهمني انا القصه كلها قسما بالله لو لعيب في الزمالك عمل كده اشوف اقسم لك بالله اقول نفس الكلام انت فاهم قصدي لو لعيب في اي حته او اللي في الاول لا انت خلاص وجهه نظرك وضحت يعني يا كابتن